شيء تغلبت عليه الحمد لله في ديك اللحظة. وسبحان الله تمني كنشد ديك الجلة كنسى داك الآلام وكل شيء اللي خلاني كنت تحديت فيها كل شيء باش نجي أنا الأول. هذيك رمية فيها كل شيء. أنا كيبان لي غير كيلوح، ولكن هذيك اللوحة راه فيها بزاف المشاكل، بزاف ديال التحديات. كتفكر التمارة اللي كتضرب، الناس اللي كيتسنوا فيك واحد كيتسنوا دير واحد الإنجاز. عاد كاينين الناس المشككين كيقولوا لا غير غوت ولا حول، لكن ملي كتطلع تما كتعرف عندك واحد المصير محدد بهذيك اللوحة. Azzedine Nouiri of Morocco. ورغم هادشي كامل اللي كنا كنتوقع ان غادي تتحسن الظروف، لان باقي الحال هو الحال، يعني ما تحسناش الظروف بالشكل اللي كنا كنتوقعه. وهادشي كامل ومازال الحياه ديالي يعني ما تبدلاتش، وباقي كنعاني من نفس المشاكل. ورغم ان تحت المسؤولين ما كاينش اللي يتدخل ولا اللي يتحاور معانا في المشكل ديالنا ولا كيقلبوا على شي حلول للمشكل ديالنا، وحنا مازال صابرين وغنبقاو صامدين تناخذوا حقنا ان شاء الله.